يسعد صباحكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تحضرونا. يوم جديد عم يحمل معه روح الحياة بتقلباتها بين الأوقات الحلوة والسيئة، فهي أبداً ما بتمشي على خط مستقيم وثابت، بس الرغم من كل هاي التقلبات لسه فينا نتخذ قرارات حكيمة ومدروسة وتساعدنا نعيش بحياتنا بسلام داخلي. يسعد صباحك يا ورد. صباح الخير يا نور، كيفك اليوم؟ تمام. وإن شاء الله يكون كل أهالي طلابنا يلي نجحوا أولادهم بالبكالوريا مبارح مبسوطين فيهم وتمام التمام. إن شاء الله ألف مبروك لكم، وفعلا تعبتوا لأكثر من سنة وأنتوا عم تدرسوا، إن شاء الله يا رب تجيبوا مجاميع اللي بتستاهلوها وبتخولكم للدخول للكليات اللي بتحبوها. أما بالنسبة للطلاب ما رح أقول اللي رسبوا، رح أقول اللي ما نجحوا لسه في دورة تكميلية. الطالب اللي بيقدر يفوت على الدورة التكميلية أو الدورة الثانية لامتحانات البكالوريا من اليوم لازم تبلش دراسة، وما تقول إنه أنا أحبطت أو أنا مثل ما قالت نور مريت بمطبات بحياتي فخلاص ما عاد. وأهليهم خفوا عليهم يعني شوي لهدول الطلاب، بالعكس معهم 20 يوم ممكن رب العالمين يوفقهم ويجيبوا مجموع أكثر من المجموع اللي كانوا بدهم يجيبوه من أول دورة. فكل التوفيق لإلكم، وما تنسوا أبداً تتابعوا صباح الخير على قناة سما لأنه نحن مكفين معكم بعد هالغنية. أشخاص كتير بيختلط عليهم مفهوم المجاملة ومفهوم النفاق، وبالواقع الأمرين بيتشاركوا بعناصر عديدة مثل محاولة التقرب من الطرف الآخر أو ببشاشة الوجه. رح أسأل ورد، أنت المجاملة يا ورد بتتخطى حدودها وبتتحول لنفاق أو كولكة إذا فينا نقول بالعامية؟ كولكة، هذا الكلمة اللي كثير عم يستخدموها. هلا لك شغلة بصراحة، أنا الاثنين ما عم بقدر أتقبلهم، لا المجاملة ولا النفاق. فأنت مالك مضطر تجاملني بشيء ماله كتير موجود فيني أو تدعي شغلات واو موجودة وهي بسيطة. فما في داعي للأوفرة، ما في داعي لحتى أنا أعطي كلمات ماله موجودة. هلأ حلوة اللطافة غير المجاملة، تكون لطيف مثلاً صباح الخير، مساء الخير، نهارك سعيد، ما شاء الله منور كذا، خلصنا. بس بظن الطرف الآخر بيعرف إمتى الواحد عم يتنافق له، يعني وقت الواحد عم يحكي ويمدح مبين علي إنه أو أنت الشخص. نور بتلاحظي إنه فلان عم ينافق لفلان أكثر ما فلان الثاني يكون عم يحس إنه فلان الأولاني عم ينافق له. على كل حال في ناس بيحبوا هالقصة، في ناس بيجبروا الناس التانيين ينافقوا لهم وبيحسوا بالوهم انه انا قصه كثير مهمه وكثير كبيره لانه هذا بده رضاي وهذا عم يتودد لي وهذا عم يجاملني وهذا عم ينافق كرمال يحصل على مبتغاه من عندي. هذا الموضوع رح نتناقش فيه ضمن حلقتنا بتفاصيل اكبر ومع اهل الاختصاص، وباقي الفقرات وباقي التقارير بنعرف ابرزها بهالفوتومونتاج. من الأمور المذهلة ويلي بتحسسنا بقدرة البشر الكبيرة هي لما نشوف شخص أو مجموعة من الأشخاص عم يحطموا أرقام قياسية بأي شيء. واليوم رح نشوف كيف قدروا فنانين دنماركيين يبنوا أكبر قلعة من الرمل بالعالم. حلو، يعني في إنجاز فني رغم أنه المشرفين على كتاب جينيس للأرقام القياسية أو بعض الخبراء بمنظمة الصحة العالمية عم تحذر من صرف الوقت الكبير والمجهود الكبير على قصص ممكن ما تكون مفيدة للبشرية. ما عم نحكي عن هالموضوع الفني. غير جينيس وأرقامه القياسية، كمان الرسم الواقعي لدرجة كتير كبيرة بخلينا مندهشين لثواني أو دقائق معدودة من الوقت لمدى الواقعية للكبار الموجودين على الورقة، أو مثلاً جدار بيحوي صورة معبرة مثل ما عمل الفنان البرتغالي اللي رح نشوفه، وغيرها من الأخبار المنوعة ضمن هالباقة. جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من الدنمارك،
حط الفنانون دنماركيون رقم موسوعة جينيس القياسي لبناء أطول قلعة رملية بالعالم، ببناء وصل ارتفاعه لل 21.16 متر، وتم تشييد البناء بشكل مثلثي لمنعه من الانهيار، كما هو الحال ببناء العديد من الأشكال الرملية المماثلة. واستخدم أطنان من الرمال يلي بتحتوي على نسبة 10% من الطين المساعد على تماسك القصور الرملية، مع إضافة طبقة من الصمغ لزيادة تماسكه. ومن الدنمارك حنروح بجولتنا الثانية للبرتغال. فنان برتغالي يدعى أوديت بيرسم مشاهد بطريقة ثلاثية الأبعاد بتبهر مشاهديها من شدة قربها للحقيقة. هالرسام بدأ بالرسم على الجدران بالبخاخ بألوان متعددة بمناطق مختلفة من البرتغال من تسعينيات القرن الماضي. جولتنا لسه مكملة، ومن البرتغال لفرنسا. ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي لربيع وصيف 2022، قدم مصممي أزياء من اليابان بطريقة النماذج المتحركة رحلة من 28 مظهر، قصات وأشكال فضفاضة وواسعة، وبأقمشة خفيفة كالكتان والحرير والقطن الخفيف، وهي مظاهر سهلة الارتداء مستوحاة من مجموعة تيوبي لربيع وصيف 1886 بألوانها يلي طغى عليها الأسود والبيج. رح نبدأ معكم بأولى فقراتنا، ومثل ما كنا حكينا المجاملة نوع من الإتيكيت اللفظي المتقن والمحبذ سلوكياً بالمجتمعات الشرقية يلي بتعتبره محسن للعلاقات الاجتماعية وأسرع وسيلة للوصول إلى قلوب من نحب. إذا كان هذا الغرض منا لا بأس، ولكن هي عم تتعدى هذا الموضوع وممكن تحمل نوايا خبيثة. إلا أنه الإتيكيت اللي حكيت عنه نور له قواعد وأصول لتنفهم طريقة أدائه بشكل صحيح، أو يضل الامتداح بحق الشخص الثاني معقول وما فيه مبالغة بالثناء يلي ممكن توصل للتملق والنفاق. حديثنا اليوم عن هالموضوع رح يكون مع اختصاصية النفس أسيل سكر. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. الله يعافيك يا رب. قبل ما نفوت ونتبحر بالمجاملة للي رح تتحول لنفاق وتملق وتسلق، خلينا ناخذ منك تعريف المجاملة بطريقة صحيحة. تمام. نحن وقت نقول مثل ما كنتوا عم تذكروا أنه المجاملة للحد الخداع أو النفاق هي فعلياً كلمات تحمل درجات. بمعنى نحن مثلاً ممكن تبدأ الموضوع بكلام لطيف، كلام فيه استحسان، يثني على الآخر، يمدح الآخر، فنحن هون عم نحكي ضمن إطار المجاملة. كل ما زاد الموضوع بشكل أنه هو صار يأخذ تكرار أكثر، ما يتناسب مع الموقف، يكون هو الأسلوب الدائم عم يأثر على الأشخاص مثلاً بشكل سلبي أو على الشخص نفسه بشكل سلبي، فنحن عم نروح باتجاه سلبي اللي هو الخداع والتملق. إذا نحن عم نحكي من ناحية عامة. وقت عم نحكي من ناحية تخصصية أكثر بعلم النفس، فهون نحن عم نحكي شيء هو كتير قريب من المهارات الاجتماعية يلي هي ضمن المهارة، يعني ضمن الجانب النفسي تعتبر أنه عامل كتير أساسي بالعلاقات وكتير مهم للتواصل بين الأشخاص، وأحياناً كتير بتعتمد نجاح العلاقات على قديش نحن قادرين نستخدم هاي المهارات بحياتنا اليومية. تمام. طيب، مهارات التواصل ومهارات مد جسور تواصل وتكوين شبكة علاقات عامة. طيب، بس أنا مالي مضطر جامل، أنا إنسان منطقي عقلاني مثلاً هيك حدا بيقول، وشغيل وبأدي واجباتي إن كان بالأسرة وإن كان بالشغل وإن كان بالجامعة وإن كان وين ما كان، ضروري أنا أعمل هالمجاملة نوعاً ما لحتى الناس تقبلني؟
طبعا نحن هون ما بيتعارضوا انه الشخص يكون هو شغيل ملتزم بعمله، خلينا نقول له رايه، له توكيده لذاته، هي ما بتتناقض مع المجامله اذا كانت ضمن حدود تحسين العلاقه او الكلام بالشكل يلي هو قريب للواقع بدون مبالغه او يعني خلينا نقول تضخيم كثير كبير. دون كذب. ايوه. يعني مثلا نحن في اشخاص هن بطبيعتهم اشخاص مبالغين بالتعبير عن الوصف، وهن يعني تحت المسمى النفسي بينطبق عليهم الشخصيات الاستعراضيه، بمعنى انه هو كثير ببالغ بالوصف بالكلام الجميل يلي هو فعليا ممكن الشخص الثاني عنده هي الصفه او هو ما عنده اياها، فكثير ببالغ وهو عم يثني عليه. فهون نحن عم نروح طبعا لاتجاه هو سلبي، ولكن اذا نحن عم نحكي بالحدود المقبوله فهن ما بيتعارضوا، بالعكس هو احيانا ممكن تكون هي النقطه هي مساعده ل يعني يكون اداء الشخص بشكل جيد ضمن الجانب الاجتماعي. طيب الشخص ما بعرف اذا بدي اقول هو بيدعي المجامله، هل بيعتبر حاله هو شيء دبلوماسي لحتى يكون قريب من كل الناس، ولا لا نحن لازم نعتبره نوع من انواع الخداع لحتى يوصل لمبتغاه؟ نحن هون طبعا بنميز انه في الشخص اللي هو عم خلينا نقول هو عم يجامل، وفي الشخص اللي هو مستمع. فهي كون الكلمه فضفاضه فممكن الشخص يلي عم يحكي يكون المعنى اللي عنده هو مختلف عن الشخص يلي عم يسمع. بمعنى في ناس مثلا بتعبر انه انا لازم اكون صادق. شو قصدك كلمه صادق؟ انه لازم انا احكي شعوري مثل ما هو، اللي بحبه بقول بحبه، واللي بكرهه بقول بكرهه. تمام، بيعتبرها هي نوع من الصراحه. هي نفسها عند شخص ثاني بيعتبرها انه لا هذا كثير يعني عم يتمادى حدوده وقت عم يقول لواحد بوشه انه مثلا انا انت ما بتعجبني او رايك مثلا او لابسه ثياب كثير بشعين اليوم. ايوه أو تمام. فبيعتبر انه شو هالوقاحه. فهي الفكره انه المعنى بيختلف بين الشخص يلي عم يحكي وبين الشخص يلي عم يسمع. فاذا كان في هذا الاختلاف ببلش بقى بيصير بعمليه التواصل انه الشخص عم يفكر الثاني هو عم يخدعه، عم يتملق، عم يحكي كلام ماله صحيح. هي من زاويه. من زاويه ثانيه نوعيه العلاقه بتختلف. يا هل ترى هدول الشخصين اللي هن عم يحكوا مثلا كلام فيه يعني خلينا نسميه كلام جميل او كلام فيه ثناء او مديح او كلام لطيف، هي شو طبيعه العلاقه بيناتهم؟ مثلا العلاقه بين رفقات العمل بحيث انه هن كزملاء، فنحن هون عم نحكي انه ممكن تكون هي فعلا ضمن نطاق المجامله المقبوله اجتماعيا. عم نحكي بين شخصين هن ممكن يكون موظف ورئيسه بالعمل. مثلا ممكن انه يكون الموظف وقت عم يحكي للرئيس دائما بكلام فيه مدح وثناء، وانا قديش هو مثلا عم يقدم، قديش عم يعمل، قديش، وهو على ارض الواقع ما يعني في هالقد تماما، انه هو كثير قليل. وبالتالي الشخص او هذا الموظف هو عم يستفيد او يمكن عم يحصل على امتيازات، فبنبلش هون عم نروح باتجاه ما عاد الدبلوماسيه بقدر ما راحت باتجاه تملق وخداع. تمام. في اشخاص اتخذوا قرار بحياتهم انه انا اللطيف، انا الودود، انا المحترم، انا اللي مع اكس علاقتي كثير منيحه، اللي عدو واي كمان مع واي علاقتي كثير منيحه، انا بمدح هاد وبمدح هاد وبمدح هاد لدرجة بتحسي واو ملاك ماشي على الأرض، سبحان الذي خلقه، ما عنده ولا غلطة، ما عنده ولا مشكلة، وقريب من الكل ومحبوب من الكل. ما بيخوفوا هالأشخاص؟ يعني هون وكأنه نحن عم نركز على فكرة إنه الشخص ما عاد عم يقدر يعبر ويتصرف مثل ما هو شخصيته. بجوز ما عم يحس مثل ما عم يحكي ابدا، فهو عم يتصرف بشكل مختلف عن هو ما بيشعر او هو ما بيكون على ارض الواقع. طبعا نحن هون بهي الحاله عم نحكي عن انه صار الموضوع هو بقى ما عاد مجامله، صار بقى الموضوع عم بيروح باتجاه انه ممكن الشخص اصلا ما عنده قدره انه يقول لا، ما عنده قدره انه هو مثلا يعبر عن شعوره. تمام. فنحن هون ممكن انه نكون عم نروح اصلا بمشكله نفسيه. يعني مثلا احد الشخصيات ممكن نطلق عليها شخصيه تجنبيه، بمعنى انه الشخص هو ما بيقدر اصلا يخالف الشخص يلي موجود معه سواء زميل او ضمن الاسره او اي اشخاص اللي بيتعامل معهم، ما بيقدر انه هو يخالفه، فمثل ما بيقول فبيقول له ايه. ممكن انه يكون الثاني ما عم يحكي تماما الراي الدقيق، او مثلا ما هو بهي خلينا نقول الشطاره فرضا باداء عمل معين، فبيكون هو غير قادر ليقول الحقيقه مثل ما هي. فهون معناتها نحن ممكن لاي درجه عم ينعكس انه في عندنا مشكله اصلا بحاجه لانه نتوجه لها وننتبه عليها. وهي العاده الروتينيه اللي ممكن بقى يتقنها هذا الشخص المجامل وتتحول بحياته لعاده يوميه ما بيقدر يتخلص منها، وصاروا المحيطين فيه انه خلص عم بتبالغ، يعني عم بتأوفر زياده، يعني حاجه مثلا تمدح فلان وتمدح فلانه وهو عن جد ما بيملكوا كل هاي الصفات الحلوه او المميزه.
هل ممكن ينعكس هذا الشيء عليه بطريقة سلبية؟ طالما يكره المحيط فيه، يبعدوا عنه بسبب المجاملة اللي تحولت نوعاً ما لا خداع. طبعاً هون نحن عم نحكي إنه المشكلة ما لها متعلقة بس بالشخص اللي عم بيجامل، حتى بالشخص المستمع. يعني بمعنى إذا الشخص المستمع هو بيحب إنه دائماً الآخرين يطروا عليه. طب وممكن عم بسمع كلام مديح بس أنا ما بقدر له خلص يا الله خلص يا أخي، ممكن هالقد مو لهي الدرجة. كمان أنا ما فيني صد لهذا الشخص ولو إنه أنا بعرف إنه صار في دوز عالي أو أوفر زيادة بمديحه أو مجاملته لإلي. هذا الشيء بيرجع بقى بحسب، إذا الشخص وصل لدرجة من الانزعاج غالباً نحن يعني عندنا درجات لنحن نقدر نتحمل ونعبر، فوقت بيصل الشخص لدرجة عالية من الانزعاج هو ممكن بطريقة أو بآخر رح يعطي ردة فعل أو كلام تعبر عن إنه أنا هذا الكلام مو كله صدق ومو كله أنت مثل ما عم تحكي إنه هو مزبوط. هي من نقطة، نقطة تانية إنه هي كعادة وقت نحن عم نقول إنه كيف ممكن هو يتخلص منا، فنحن كمان نرجع نأكد إنه يا هل ترى هي عم تكون إيجابية؟ بمعنى هي ولا عم تكون هي سلبية، فإذا هي كانت سلبية فنحن هون بدنا نتعامل معها على أنها هي مشكلة، بس الفكرة المهمة إنه هو الشخص لأي درجة مدرك إنه هي مشكلة. يعني إذا كان هو عم يعتبرها وسيلة لأنه يحصل على مبتغى، أو إنه أنا يا أخي خليني العنصر الأبيض بين الألوان الموجودة حوالي، فأنا مثل ما قلتي على الحياد بكون لطيف مع الجميع. طب هون في سؤال، نور بالمقدمة قالت إنه المجاملة بنشوفها بشكل أكبر بكتير بكتير بالمجتمعات الشرقية أكثر من المجتمعات الغربية. يمكن بالمجتمعات الغربية إذا حدا عم قله مثلاً ببريطانيا اللي هن يؤخذ عليهم البريطانيين إنه مجتمع ستريكت كتير كتير نوعاً ما عملي، عم قل له ما شاء الله ربطة عنقك اليوم كتير حلوة أو ريحة برفانك مميزة أو إنه كأنك حليانة اليوم أو كذا شيء، بيقول لك شو القصة، شو في ليه هيك عم تحكي؟ ليش نحن الشرقيين كتير من جامل بزيادة؟ العلاقة بالمشاعر، العلاقة بالنشأة، العلاقة بالتربية، وممكن يعني بشكل كتير دقيق يمكن العلاقة بطبيعة الشخصية. في أشخاص هم بطبيعتهم أصلاً ما بيستجيبوا لهذا النوع من الكلام اللطيف، في أشخاص مو هنن بس ما بيستجيبوا، هنن بيشكوا بالشخص اللي عم يحكي أي كلمة فيها استلطاف أو تعبير لطيف إنه هذا إيش هيك عم يحكي، شو قصده من وراء هي الكلمة. تماماً. فهي فعلياً بشكل دقيق بتتبع بحسب طبيعة الأشخاص، بينما في أشخاص هي بترغب وبتفضل كتير إنه دائماً يكون في مديح من الطرف اللي هنن عم بيتعامل معه. ولكن هي بالعموم إذا نحن نقارن بين مجتمعات نقدر نقول إنه لأي درجة تربية الأطفال على المشاعر والتعبير عنها بشكل صحي وبشكل إنه هو حتى لو عبر عنها ما رح يعود عليه بنتيجة سلبية أو برفض من الآخرين هو أمر صحي. يعني ممكن الشخص يكون ما كتير هو مثلا مرتاح لحديث الشخص الثاني تماماً، ولكن هو مضطر إنه هو يسمعه لأنه هو عنده قناعة إنه أنا إذا عبرت عن شعوري إنه مثلا ما كتير مرتاح ممكن ما يعود يفضل يحكي معي. فنحن هم فعليا ما عم يقدر هو يتعامل مع مشاعره بشكل صحيح، فبالتالي عم يضطر انه هو يسكت ويتحمل هي المجامله. فبترجع لكمان انه طبيعه الشخصيه. ختاما اعطينا عن طرق صحيحه لحتى نجامل فيها بطريقه ايجابيه ما تنعكس علينا سلبا وما نخلي الطرف المقابل ينفر مننا. طبعا دائما نتذكر انه مو اي كلمه حلوه معناتها هي مجامله، ولا اي كلمه هي سلبيه معناتها هو الشخص هون هو نقد. عم يكذب او انه هو عم ينقد، ولكن هو الموضوع انه يا هل ترى انا خلال خاصه وقت بيكون الشخص عم يتعامل مع ناس لفترات طويله، يعني عم نحكي بين زوجين، عم نحكي بين ابو وام واولادهم، عم نحكي بين مثلا زملاء عمل، فانه قديش هي العلاقه فيها استمراريه، فنحن بحاجه انه نحافظ عليها. كيف نحافظ عليها؟ نحن اتفقنا انه هي ممكن تكون ضمن المهارات الاجتماعيه، فكلمه المهاره الاجتماعيه بمعنى انه وقت بقدر شخص عمل معي معروف، وقت بعزز صفه حلوه بالشخص يلي قدامي وهي فعلا مثلا لقيتها انا هي بتعبر عن واقع، انا مو انه عم اقول له اياها بشكل مبالغ فيه او بس لاني انا اكسب وده، معناتها انا هون عم بستخدم المجامله بطريقه ايجابيه. بينما وقت انا عم بكون عم بستخدمها بشكل دائم، بالاخير بدي اصل لمصلحه او انا ما بدي افقد الاشخاص من حولي او انا بالاخير عم حقق غايات معينه، فهم معناتها نحن عم نروح باتجاه استخدامها بشكل يروح بالخداع بالتملق او مثل ما بعض الناس بسميها بالنفاق. بالنفاق، يعني هون هذا الشيء لازم ننتبه له فيه.
مثل بيقولوا خط رفيعه او شعره رفيعه يلي بتفصل بين المجامله اللطيفه والشيء اللي رح يتحول لنفاق لخداع لتملق لتسلق لحتى يصير الشخص الثاني مكروه. ختاما ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها. يسعد صباحك اهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافيه. شكرا كثير لوجودك. مشاهدينا اي شيء ممكن يشكل علينا عبء رح ينعكس بشكل او باخر على صحتنا ان كان نفسيه او جسديه. التصرف الصحيح بهيك حالات هو الانتباه للإشارات يلي بتأكد إنه أنت مضغوط وعم تواجه صعوبة بموضوع معين. تماماً. فشو ممكن يصير لجسمك بحال كنت محابب الشغل يلي عم تشتغله؟ هاي الإشارات التنبيهية رح نعرفهم سوا بهالتقرير. عندما تجلس في مقر العمل وتشعر بالإرهاق وعدم الرغبة بالاستمرار في وظيفتك، فإن هذا لا يؤثر في حالتك النفسية فقط، وإنما على جسدك أيضاً. فالوظائف المرهقة قد تتسبب بالنوم غير المنتظم والأرق، كما أن ارتباط الأرق والنوم غير المنتظم بالعمل هو علامة على أن شيئاً في جسدك أصبح مختلاً. عضلات الجسم تتوتر عند الشعور بالخطر أيضاً، وهذا التوتر عندما يكون متواصلاً يسبب ألماً، وكذلك الأمر بالنسبة للحالة النفسية، فالتوتر يخلق أعراضاً نفسية تظهر نفسها في صورة ألم جسدي، وبالتالي فإن التوتر المزمن في الرقبة والأكتاف مرتبط بالإصابة بالصداع النصفي وصداع التوتر. تشير دراسات عدة إلى أثر التوتر المزمن على الجهاز المناعي، فهو ما يجعل المرء أكثر عرضة للإصابة بأمراض البرد، إضافة إلى سوء الهضم والإمساك والانتفاخ. وأخيراً عن النساء اللواتي يضيفن التوتر الناجم عن الوظيفة إلى مشاكلهن الشخصية والتزاماتهن المالية، فقد يصبحن أقل رغبة في الممارسة الجنسية، في حين يمكن أن يتسبب التوتر المزمن بالنسبة للرجال في خفض الهرمونات الذكورية. عالم التجميل عالم كبير، ما بيقتصر على الميك اب او الازياء، وبتدخل فيه صناعات بتحمل كثير من التفاصيل. على سبيل المثال صناعه الشعر المستعار يلي بتستخدمه كثير من السيدات لاسباب مختلفه، مثل حضورها لمناسبه سعيده او لا سمح الله لتخفي اثار مرض اصابه. يعني كثير له فوائد نفسيه وممكن تكون صحيه. رح نروح معكم لتفاصيل صناعة الشعر المستعار، من تجميل الشعر لحبكه وأيضاً صبغه مثلاً بألوان مختلفة وترتيبه بطريقة صحيحة وتركيبه. عبير خازم رح تخبركم كل التفاصيل. الاكستنشن قديم جدا، يعني انا بلشت بالمهنه تقريبا نقول بين العام 85 و88. كان موجود طبعا، بس حسب معرفتي بهذاك الوقت كان بداياته البيروك، البوستيج، الكليبسات، يعني كان بسيط ما له هال. مجرد انا بلشت بالمهنه يعني شيء 4 سنين 5 سنين، كان في شيء اسمه اكستنشن القطع اللي هي كليبسات، تركيب المؤقت منشيلهم منحطهم، يعني بداياته بهداك الوقت. كان على حسب معلوماتي يعني بعد ما وقفت هالمهنة أنا كانت اتفرج أيام زمان أنا وصغير يعني على الأفلام الأسود والأبيض، شوفهم كيف يركبوا البيروكات. كان في شيء اسمه بوستيج اللي هي نص بيروك كمان. كانوا من زمان يعني أول ما جبنا شعر فكيت حبل معمول على الطريقة القديمة، كانوا يشتغلوا على هذا النول يلي قدامي، كانوا يحطوا 3 خيطان
ثلاث خيطان هون ويربطوهم من بسمار لبسمار ويقعدوا يشتغلوا. خصلة الشعر ما بتتعدى اللي طبعاً العشرين شعرة خلينا نقول تقريباً، خصلة 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 ونكمل هذا بهالطريقة هي يعني لنخلص الحبل. اللي عنده علم بالشعر بيعرف شو شعر دنب الحصان. شعر دنب الحصان أقوى من شعر الإنسان. شعر الإنسان ممكن يتحمل، إذا بنحمل الشعرة ممكن يتحمل مثلاً خلينا نقول تقريباً 100 جرام بعدين تقطع الشعرة. أما شعر الخيل أو هو الحصان اللي هو الخيل بياخدوه من ديل الخيل أو من رأس الخيل. هلأ ممكن تشتغلي فيه كألوان، يعني أنا مثلا شاغل فيه من حيث أنه للمعرفة. جبت بزمان يعني خصلة قالوا لي هاي من ديل الحصان. بالفعل الملمس تبعها كل شعرة بتوازي شعرتين وثلاثة من شعر الإنسان. سميك جدا، له مسامية ولكن ممكن يتفتح اللون تبعه، ممكن يخضع لمواد صبغة، ممكن لكل شيء يصير ديل الحصان. يلي آخر شيء توصلنا لها اللي هي حبكة النول الناعمة بالحديث اللي هلأ عم هو عبارة عن زراعة شعرة بشعرة على هذا الشبك الشفاف اللي هو من لون الجلد. يختلف تماما الشغل عن القديم مع النول مع السرعة مع الوقت. هلأ هذا كمان بده بال طويل، بده صبر. أنا هذا جانب الإنساني كتير يعني لي، كتير يعني لي، يعني بحب اشتغل فيه. وهلأ يعني في عنا مشروع جديد كمان من الجانب هذا لمساعدة اللي بحاجة لشعر، وخاصة أطفال ومرضى السرطان. صار الوقت مشاهدينا لنروح لرياضة الصباح واللي بنتعلم فيها حركات وتمارين رياضية جديدة. يسعد صباحكم. رح نبلش اليوم تماريننا مع بعض. نحتاج لدمبلز صغير. نبلش ستريتش. 1 2 3 4 5 6 7 8 بنزل تحت. 1 2 3 4 5 6 7 8 وبثبت تحت. 1 2 3 4 5 6 7 واخر مره. بريح. نبدا اول تمرين مع بعض. ايدي عم سوات كتافي وبدي اطلع فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 كمان تنتين واخر مرة. بريح. ننتقل على الايد الثانية والرجل الثانية من فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 واخر مرة. هلا تنتين مع بعض. حاطلع مرة يمين مرة يسار. 2 ظهري مشدود. 3 4 5 6 7 آخر تنتين وآخر مرة. بريح. باخذ نفس وبنتقل كمان على الجنب.
حاخذ الوزن حطه على العضله اللي فوق وبطلع من هون كيك صغير، اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، كمان مره اثنين ثلاثه اربعه، هلا بسكر وبفتح وبطلع كيك، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وآخر مرة بثبت فوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وآخر مرة بنتقل على الرجل الثانية، كمان حط الدمبلز جنب وبطلع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، كمان مرة اثنين ثلاثة أربعة، بسكر وبطلع اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وآخر مرة فوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وبريح باخذ نفس ستريتش مرة ثانية، باخذ نفس بريح، وهيك بنكون خلصنا تمارين اليوم. بشوفكم بكرة، باي باي. صلنا معكم لفقرتنا الطبية اللي بنذكركم فيها بإمكانية التواصل معنا عبر الأرقام اللي راح تظهر بأسفل الشاشة. لكثير من الأشخاص بيشعروا بوهم وحركة دوران مستمرة ومزعجة، وبتختلف الأسباب وراء هي الدوخة، ومن أهمها هي إصابة الشخص بالدوار الدهليزي. وكرمال هيك خصصنا فقرتنا الطبية لليوم حتى نحكي عن مرض الدوار الدهليزي، بين الأعراض، الأسباب، الفروقات بينه وبين الدوخة العادية. ضيفنا الدكتور أحمد عبد الكريم مصطفى مشكوراً، واللي هو رئيس قسم الأذنية بجامعة دمشق، صار موجود معنا ليجاوبنا عن كل تفاصيل هالموضوع. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباح. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف المشاهدين عن الدوار الدهليزي طبياً شو المقصود فيه، وخلينا نحكي عن الفروقات بينه وبين الدوار المحيطي المركزي وغيره. مثل ما تفضلتي بالتعريف البدائي، هو حالة وهم أو إهلاس، بنسميه إهلاس حركي. بحس الشخص أنه في حركة، هو عم يتحرك بالنسبة للمحيط أو المحيط عم يتحرك بالنسبة له، وغالباً بياخد شكل دوراني، دوار دهليزي، منه اسم الدوار. بيختلف كثير عن الأنماط الأخرى من الاضطرابات الحركة، وخصوصاً الدوخة والغشي، الأسباب الهبوط التوتر الانتصابي. انه هون الاحساس توصيفه كثير واضح، دوار دوراني، فتله الدنيا حولي، وغالبا بيجي بشكل نوب. يعني بيجي بشكل نوب متكرره غالبا. يعني ما بتصير لمره وخلاص، ممكن يكون كل يومين كل ثلاث ايام، الا بعض الحالات. يعني معظم الامراض تجي بشكل نوبي متردد، الا بعض الحالات مثلا مثل التهاب العصب الدهليزي اللي بيجي بشكل نوبي شديد جدا، تخلي الشخص مقعد حوالي 4-5 ايام بعدين ببلش يتحسن شوي شوي. لدرجه لذلك نحن لازم ما نستهين باي عرض بنحس فيه، مثلا دوخه متكرره، او فعلا مثل ما بنقول فتله الدنيا حوالي، او ما عاد شوف بعيوني، اضطريت انا واقف لازم اقعد شوي لحتى يرجع الامور لنصابها. طب ليش سميناه دهليزي؟ شو الفرق بينه وبين غير دوارات؟ في امراض بتعطي اعراض من الدوخه؟ بكل تاكيد نحن الحس او بنسميها الحاسه السادسه اللي يعني ما بنحس فيها الا اذا غابت، هي التوازن. توازن الانسان بيعتمد على ثلاث مصادر اساسيه لضبط توازن الانسان اثناء السكون واثناء الحركه.
ثلاث مصادر هدول هنن الجهاز الدهليزي الموجود بالإذن الباطني، الرؤية، ومستقبلات الضغط الموجودة بالمفاصل وبأوتار العضلات بالنسبة للأطراف السفلية. فتخيل الإنسان عم يمشي على فوم مثلا ما رح يقدر يتوازن، الإنسان اللي عم يمشي على العتم كمان رح يكون عنده اضطراب شوي بالتوازن. نفس الشيء بيصير لما بيصير لنا اختلال بالوارد اللي عم يجينا عن طريق الدهليز. الدهليز مثل حساسات الحركة تبع الإنسان، بيعطيني إحساس أنه أنا الرأس عمل دوران بسيط، أو الجسم عمل انحناء بسيط، أو جتني دفعة مباشرة من الخلف، أو تحرك في شيء سيارة أو زلت رجله هو عم يمشي. فهالحركات هي اللي بيعطينا الإحساس فيها هو الجهاز الدهليزي، وهذا الجهاز متخصص تحديداً بالحركات. في جزئين من الحركات، جزء له علاقة بالحركات اللي بتجي بشكل خطي منها حركة السيارة وحركة المصعد، وفي منها بيجي بشكل دوراني اللي هي كمان مسؤولة عنها جزء من الدهليز، نسميها الأقنية الهلالية اللي هي حساسات الحركة الدائرية. فالدوار الدهليزي بيصير لما بيصير اختلال بين الوارد اللي عم يجي من الطرفين من الإذنتين بسبب مرض أو بسبب تثبيط صار على جهة معينة، فالشخص بيحس إنه في تنبيه حركة غير متوازن بين الجهتين، وهذا التنبيه بيعطي يعني هالإحساس إنه في حركة بالمحيط أو في حركة للجسم أو للرأس، وهو بالواقع ما في حركة. رح نبلش ناخذ أول اتصالات لحضرتك دكتور، ومعنا لامار من دمشق. يسعد صباحك لامار، تفضلي وسؤالك للدكتور. سؤالي إنه أنا أول ما في كتير بدوخ، وقت بنتعرض شوي كمان بدوخ وبتطرقع. لما بتفيقي بتدوخي، وامتى بتدوخي كمان؟ أول ما بنفعل شوي. أول ما بتنفعلي؟ أي وقت بنفعل شوي يعني وقت هيك. قد ايه عمرك يا لامار؟ 22. تمام، رح تسمعي الجواب. لا يعني ما بتصور يكون شغل الدوار دهليزي، ممكن يكون بسبب جهاز عام، في فقر دم، في ضغط. مو ضغط بهذا الامر، غالبا ما في ضغط، لانه هي ذكرت لما عم بنفعل. بس كمان اذا بتنام لفتره طويله وكذا لبين ما تتحرك وتاخذ المنعكسات حركتها بشكل جيد، بجوز تحس بشويه يعني روجان، وهذا بيكون مؤقت فترة الصباح بيتحسن يعني بعدين. تمام، نتمنى الصحة والسلامة لإلك ولكل المشاهدين. طب دكتور، يعني أنا إذا عم يشخص الدكتور حالة شك فيها بدوار دهليزي، شو المعايير اللي بيأكدوا له إنه فعلاً دوار دهليزي؟ في تحليل معين ولا بس القصة السريرية؟ هذا سؤال كتير مهم. وظيفة الطبيب بشكل عام يحدد انه هذا الدوار هو فعلا دوار دهليزي من منشا دهليزي محيطي ولا مرتبط بمشكله عصبيه مركزيه، والفرق بالتدبير كثير كبير، وفرق حتى بالخطوره كثير كبير. نحن في عندنا مشعرات هي الاعراض، الاعراض اللي بتصير بنوبه الدوار بشكل اساسي، بيصير تنبيه مبهمي، هذا عصب مسؤول عن يعني كثير اعضاء موجوده بالجسم، وبيعطينا اعراض مثل الغثيان، الاقياء، بيصير شحوب عند الشخص، بيصير تعرق زائد، بيهبط الضغط. فهالاعراض هي كثير بتشير عند بعض الاشخاص لاعراض قلبيه، انه ممكن تكون منشا قلبي. هون ما في الم، ما في الم صدري، يعني ما نوبه قلبيه لانه ما في الم صدري مرافق. السبب هو سبب فيزيولوجي بسيط، انه نويات العصب الدهليزي والعصب المسؤول عن هالافعال هيدي قريبين من بعض بجزء الدماغ، فبصير تنبيه متشارك ودي ونظير ودي تماما، تنبيه نظير ودي. فهالتنبيه المتشارك بيعطينا هالأعراض الإضافية. غالبا إذا بده يكون عندي أعراض بتغيب الأعراض العصبية الأساسية، يعني ما في عندي صداع بالدوار الدهليزي، ما في عندي غياب عن الوعي، حتى لو صار سقوط عند الشخص أو ميل للسقوط ما بيغيب عن وعيه، وهذا بيميزه شوي عن الحالات الغشي من منشأ قلبي أو الأسباب العصبية الثانية. نفس الشيء في عندنا بعض العلامات اللي نحن بسهولة فينا نلقطها بالفحص السريري، في شيء بنسميه رقرقة، هي حركة لا إرادية بتصير على مستوى العين، وهذا كمان سببه لأنه الجهاز الدهليزي مرتبط بالجهاز العيني يعني لثبات الرؤية.
فالشخص اللي عنده دوار دهليزي بيصير عنده زوغان بالرؤية، والسبب حركة العين المتكررة اللي بنسميها الرقرقة. فشخص لما بنشوفه بنوبه الدوار بنطلع على عيونه بنشوف الدوار، بنشوف انه عنده يعني دليل واضح على الدوار. تمام رح ناخذ اتصال ثاني معنا. وفاء، يسعد صباحك يا وفاء، تفضلي سؤالك للدكتور. يسعد صباحكم. يا اهلا وسهلا. بدي اسال انه انا من يومين، ترفعي لنا صوتك وفاء شوي. من يومين اوكي رحت على المسبح. سلامتك. فحاسة انه بإذني في مي، عمري 19 سنة. ممكن اسأل انه في قطرة معينة حطها ولا لا لازم دكتور؟ هلا قبل ما تستخدمي قطره بشكل عشوائي، انا برايي شوفك طبيب اذنيه، يعني افحص. ممكن يكون الموضوع كثير بسيط، انه شويه سملاخ مجمعين قريب من غشاء الطبل، فهدول بسهوله بنسحبهم وما في داعي للقطره يعني. طيب دكتور، بنرجع لموضوع الدوار الصباحي. كثير من الناس عندهم اول ما يفيقوا حاله من الدوار بحسوا حالهم مشتتين، حتى في بعض منهم بيضطروا انه يقعدوا على حافه السرير لمده 3 دقائق او 4 دقائق بعدين بيقدروا ليقوموا. هاي الحاله مؤشره لمرض خطير ممكن يكون؟ هلا مو ضروري يكون مرض خطير، لكن مهم نشير الى، خصوصا عند الناس المسنين. الشخص المسن بتضعف منعكساته بشكل عام بما فيها المنعكسات الوعائيه. يفترض نحن لما بنتحرك من وضعيه الاستلقاء لوضعيه الجلوس او الجلوس للوقوف انه هاي المنعكسات تاخذ تاثير بشكل سريع. عند الكبار بالسن او عند بعض الاشخاص اللي بيكون يعني اضطروا يتسطحوا لفتره طويله بالسرير، اذا كان عندهم نقاهه مرض او شيء، تضعف هاي المنعكسات، تصير الحركه المفاجئه ممكن تعمل وهد دوراني، لانه يعني المنعكسات المسؤوله عن تقبض الاوعيه وعن اعاده العمل بشكل جيد تتأخر لحتى تعطي الموضوع، فممكن يصير عنده حتى مو بس دوار، ممكن يصير عنده سقوط نتيجة هالشيء، وهذا بيترافق غالبا بحالات غشي بنسميها حالة هبوط توتر انتصابي، يعني نتيجة تغيير الوضع من الاستلقاء للجلوس أو من الجلوس. فنحن بننصح الأشخاص إنه وقت اللي بدك تصحى، وخصوصا إذا كان دنيا ليل على عتم، عد شوي، لأنه كمان في عنصر غايب هو الرؤية. تمام، مثل هالأيام يعني نحن عم ننام على عتم وعم نفيق على عتم. يعني ختاما دكتور ما ضل غير نشكرك لوجودك معنا والمعلومات اللي قدمتها، والصحة والسلامة لك المشاهدين. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتور. صباح الخير عن جديد. في الكثير من الأشخاص اللي بيملكوا قدرات خارقة، لما تتعرف عليها بتتفاجأ ويمكن ما تصدق وجودها ببعض الأوقات. كيم بيك هو واحد من بين هاي الأشخاص الخارقين، فهو بيمتلك مخ بيقدر يحفظ كل ما يقوم به وبقراءته بوقت قياسي. مين هو كيم بيك وقصة حياته كاملة رح نتابعها سوا بهاي التقرير. حفظ أرقام الهواتف كلها، العناوين، رموز البريد، الشوارع، الشخصيات وتواريخ الميلاد. يعرف تاريخ الدول جميعاً ومن حكم وأين ومتى من الولادة حتى الوفاة. 12 ألف كتاب حفظها عن ظهر قلب، يقرأ ويحفظ صفحتين من أي كتاب في أقل من 10 ثوان. عينه اليمنى تقرأ الصفحة اليمنى وعينه اليسرى تقرأ الصفحة اليسرى في الوقت ذاته. كيم بيك ولد في أمريكا عام 1951. كان لديه رأس كبير بسبب تلف في المخيخ وعدم وجود حزمة الأعصاب التي تربط شطري الدماغ، ويحتمل أن يكون ذلك السبب بفتح الباب أمام الذاكرة لتتمدد في رأسه أكثر وأكثر حسب التشخيص الطبي.
كان عمره سنة والنصف السنة عندما تعلم الحروف والكلام وبدأ بقراءة الموسوعات بشغف. لاحظ الأب أن ولده خارق، كان يملك ذاكرة فوتوغرافية وكأنه يمسح أي شيء في عينيه ليخزنه عقله. أخذته ناسا ومسحت دماغه ضوئياً ليجدوا من يخترع لهم حاسوباً يشبه عقله. العلماء جميعهم كانوا يتهافتون عليه، حتى المخرجون والممثلون في هوليوود. فيلم رجل المطر في الحقيقة قصته مستوحاة من كيم، حيث قابله كاتب الفيلم وجلس معه واطلع على التقارير الطبية الخاصة به وعلم حالته الصحية وموهبته الخارقة. يجيب كيم على أي سؤال يطرح عليه وبسرعة هائلة في العلوم والتاريخ والأدب والرياضة والفضاء والشخصيات وكل جانب، وهذا ما جعلهم يلقبوه بالجوجل البشري، لكنه يتميز عنه بإعطاء الإجابة الحاسمة دون خيارات أو كثرة في الإجابات. رحل كيم عن عالمنا عام 2009 إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاماً. يسعد أوقاتكم مرة جديدة. الموضوع اللي رح نحكي فيه أنا واثق أنه بهم كتار من الناس وكتير من الأقاويل أثيرت حوله، وأيضاً من المعتقدات دخلت فيه إضافة للأعراف والتقاليد. الأحلام والرؤى هي عبارة عن صور ويمكن أصوات كل حدا فينا بعيش حيثياتها بشكل شبه يومي أثناء النوم، وشيء طبيعي نشوف أحلام من وجهة نظر علم النفس والطب أيضاً. وتنوعت المدارس بتفسير ظاهرة الأحلام وتقاطعت بكتير من اللقاءات. تماماً، واليوم حديثنا مع الدكتور محمد بشار إنجيلي المتخصص بعلم النفس والعقيدة عن ظاهرة الأحلام وما يفسر منها وما يعتبر أضغاث أحلام. ليش سأكثر هذا الموضوع ونتوسع بالحديث عن ما ورائيات تكرار بعض الأحلام؟ يسعد صباحك دكتورنا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، تشرفت فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما ذكرت أنا بالمقدمة، فعلا الموضوع خليني أقول شعبي جدا، وكثير ببعض النقاط بيكون أكاديمي وله تفسير دقيق. صحيح. بداية من وجهة نظر علم النفس أو الطب أو الشرع الإسلامي، خلينا نحن نحكي بشيء من الوضوح. ما هي الرؤية؟ تماماً، الرؤية هو ما يسأل عنه. الرؤية ما يراه الإنسان عند النوم أو أحياناً يقظة. فهناك تهيؤات أو هواجس تأتي باليقظة، ولكن الأساس بحديثنا عن الرؤى في النوم. طيب في ليش نحن منشوف أحلام؟ إلها يعني سبيلين. أوكي. السبيل الأول هو شيء روحاني عقائدي فيها إرشاد ودلائل من وحي الإلهام، وهذا نحكي عنه ونتوسع فيه، لأن إذا فتحناه ما بنقدر نقفل الملف بحلقة واحدة. الناحية الأخرى هي الناحية النفسية والسيكولوجية، ومن ناحية هواجس النفس والأضغاث وأحلام. كل عبارة قلتها إلى تعابير وإيضاحات كبيرة، ولكن في هناك ناس يشككوا في هذا الموضوع. هلأ نحن بنقول لهم أوكي، لأنه هو بالأصل ما ورائيات ميتافيزيق، يعني ما في شيء ملموس. عم نقول هذا مثل الفيزياء مثلاً، لما بتحللها بتطلع نتائج بتعطي في إيضاحات، يعني شيء ماتيريال ملموس. في الناس ما بتصدق هالمواضيع هي، غير بالأمور المادية بالضبط. ولكن نحن بعقيدتنا مثلاً في إثبات، مثلاً في القرآن الكريم في سورة يوسف، ويقال عنها أنها سورة الرؤى، جاءت فيها تقريباً 4 صور
تثبت أن الرؤية حق. مثلا سيدنا يوسف عندما قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا إلى آخر الآية، هذه واحدة صحيح. أما في السورة الأخرى لما صاحبي يوسف في السجن شافوا رؤية، هي ثلاث إثباتات. الرابع هو ما رآه عزيز مصر من رؤية عظيمة وفسرها صحيح. فكان هذا إثبات حق إنه رؤية حق. فإذا ذكرت بالقرآن الكريم بشكل صريح وواضح، حتى في إلى درجة الفعل. مثلا في سورة الصافات يا بني إني أرى أني أذبحك فقال افعل ما تريد. فنحن تجاوزنا الحلم وأصبحنا في الفعل. يعني بيقولوا رؤى الأنبياء حق، حق يعني، وهي إرشاد قد يكون صحيح. ننتقل للسنة. السنة فيها شيء أساسي تحدث فيها سيدنا رسول الله أن الرؤيا الحق هي جزء من النبوة. تمام، هذا أو 46 من جزء من النبوة، فهذا شيء ثاني. حتى نطلع لوارد آخر، المؤولين الأحلام، كان سيدنا أبو بكر الصديق من أفضل المؤولين للأحلام وتفسيرها. ولكن نحن لا نؤمن 100% بالمؤول، يعني إنه هذا كلام منزل، لا، لأن هذا بني آدم ممكن يخطئ ويصيب. فهذا الموضوع يعني سرد كامل عن الرؤى وإثباتها بالحديث والسنة. إذا فينا نحكي مثلاً على شيء آخر، طيب كيف فينا نفرق بين الحلم والرؤى وأضغاث الأحلام؟ سؤال جميل جداً جداً. الرؤى قسمت إلى ثلاثة فئات أو أربعة فئات. الأولى هي الرؤية الحق، وهي رؤية من الرحمن، يتولاها ملك من الملائكة. فانتبه على كلامي، عم بحكي مصطلح علمي، موجة أو إشارة تبث إلى النائم. هذه واحدة. إذا كانت من الرحمن فهي رؤية خير وإرشاد وتنبيه وتوضيح. أما النوع الثاني من الرؤى هي الأضغاث وأحلام. الأضغاث وأحلام ما تجيش به النفس من القديم إلى وقتك الذي نمت فيه، وتتأثر الأحلام أحياناً برؤى الأجداد. يعني في رؤى معينة كان جده الثالث يشوف هذا الحلم بالوراثة، وصلت بعد أجيال. أيوة، دليل أنه هذا علم الأحلام، هو علم الأحلام والرؤى هو علم، ما هو شيء اعتباطي. الرؤى الثالثة والله يبعدنا هي الرؤى الشيطانية، وتفسر علمياً وأكاديمياً، وتفسر من ناحية العقيدة. فالنقطة الأساسية بالأحلام أن لا نهملها، ولكن لا نأخذها في مجاميعها ونعيش على أساسها، أنه شو شفت أنا فأنا ببني يومي عليها. طيب دكتورنا الكريم، في مدارس عالمية كثيرة حكت عن تفسير الأحلام، خليني شوي بس أحكي من ناحية طبية ونفسية وفلسفية. قالوا أنه أنا بفكر بفكرة معينة فأنا بشوفها بمنامي. قالوا تانيين ممكن بالعقل اللاواعي مرق قدامي أنا مظهر بالنهار، فأنا بس نام العقل اللاواعي بيرجع بيفرغه بصورة حلم. صحيح. قالوا ناس تانيين لا، الأحلام عبارة عن موجات كهربائية بالقشرة الدماغية بحالة النوم العميق، بتصير يمكن لمدة 3 دقائق وبعدين نحنا من فيه ما بيكون إلى تفسير، وأصلاً ما منتذكر شو شفنا بنومنا. شو الحلم اللي يفسر بناء على هالثلاث أصناف اللي ذكرتهم؟ هلا الحلم مجموع من هذه الأفكار، لأن كل إنسان أو عالم اجتماعي اهتم بموضوع الرؤى والأحلام وصل لنتائج أن الحلم أو الأضغاث وأحلام هو نتيجة أو صنيعة العقل اللاواعي. نحن لما نغمض ونفتح نعمل فلاش، يعني نأخذ صورة. الصورة هي بناخذها 250,000 لقطة، ولكن نحن ما نشعر غير 3-4، ولكن العقل اللاواعي خزنها ويضعها background، يعني خلفية لأحداث تحدث معه، ثم يربط فيها هذه الأحداث بلقطات ماضية ويظهر لك إياها. أصلاً يعني بيصير مونتاج لا أيوة وعي. أيوة أصلاً أنت وبيصير الفيلم بينعرض نحن ونايمين. يعني أنا مثلاً المكان اللي على يميني ما لي شايفه موضوع، ولكن العقل اللاواعي أخده بوضوح وأنزل عليه قصة وأظهر لك إياها في الرؤية إذا دعت الحاجة. والعقل اللاواعي أنت لا
لا تعمل ولا تفعل ولا ترى المنام على الظاهر الأشياء اللي أنت فيها. يعني أنا اليوم ما صار معي شيء وأنا مرتاح، بس أنا ليش شفت جدي عم يقول كذا وكذا؟ أنت ما شايف الطريق، سمعت كلمة ضرب وقعت عندك في مكان حساس مفعل ولكن غير ظاهر، فلما نمت أظهر لك إياها بخلط من الصورة القديمة وحديث جدك وما سمعته وما أثار فضولك. فموضوع المنامات في عقل اللاواعي هو موضوع عميق جدا، تكلم عليه فرويد وأسهب فيه، ولكن فرويد أسهب فيه ووضعه بعلم النفس. يعني لما تكلم عن الحلم تكلم عن أن النفس هي المسؤولة، وقد ركز عن نفس الأمارة بالسوء، وهذا غلط من أحد أغلاط فرويد، أنه لم يرى باقي أنواع النفس ومراتبها، لكان توسع أكثر وكان أعطانا نتائج أكثر. تمام. فسبحان الله. تمام. خلينا نحكي عن تفسير المنامات أو الرؤى أو الأحلام يلي ممكن كتير من الأشخاص يلي معتمدين على تفسير معين. يعني إذا شفت حالي عروس معناتها لا سمح الله في شيء، الدلالات يلي ممكن تشير إلى الأحلام، إذا شفت عندي بيبي أنا عزباء معناتها في قصة إن كان صبي أو بنت، في كتير أحلام خلص إذا شفناها معناتها هيك تفسيرها. هل هذا الشيء صحيح وسليم؟ هذا الشيء تفسير أو التأويل المنامات يتبع بأساسه إلى ثقافة الشعب اللي أنت فيه أو المحيط اللي فيه. يعني تفسير الأحلام وأدواته ورموزه يختلف في منطقتنا مثلا العربية عن منطقة الهندية أو الصينية أو الأمريكية. يتبع التفسير والتأويل حسب الثقافة اللي نحن موجودين فيها. مثلا على سبيل المثال أنت جبتي مثال، أنا عزباء وعندي بيبي إن كان صبي أو بنت، صبي مصيبة البنت، لا لا هذا استفدنا في قصص كتير. التفسير الشعبي خلينا لا, لا يعد لا يعد ولا يؤخذ فيه. يعني أنا في قصة لازم تسمعها حضرتك كمفسر حتى من أساس من الأساس أنا كمؤول أو حدا مؤول أن يسمع السرد المنام من صاحبي التفاصيل. مثلاً كعزباء وعندها وليد، هذه أولاً عاطفية جداً. شوف الوصف، شوف الوصف النفسي، إنها عاطفية جداً وتود الزواج، ترغب بالزواج، ولكنها لم يحصل. عزباء وفي موانع، انتبهي، إذا كان الصبي ففي موانع، إذا كان في أنثى فالدنيا مفتوحة حتى تتزوج وتنجب. يعني هذه دلالات موجودة بالعقل اللاواعي من خلال التراث الفكري تبعنا. يعني كتير حلو اللي عم تحكيه دكتور، لأنه في كتير من الناس شفت بنومي إنه فايت على بستان أخضر، على يميني في تفاح، على يساري في شجر محروق. شفت بنومي كمان بيقلك إنه أنا رايح على الحج بس ما شفت الكعبة. بس جيت يعني شو ما في مثلاً قاعدة مثلاً بيرجع لتفسير ابن سيرين لا عفوا مع احترامي للأسماء اللي ذكرتها ابن سيرين بدي أرجع بس موضوع البستان. أوكي. ابن سيرين إنسان كان عالم في الفقه والعقيدة، ورب العالمين أعطاه قدرة على تأويل المنامات، ولكن بأشياء رئيسية لم يتغول جداً بالتفاصيل. وبعدين كان ابن سيرين له نظرة بمن يقرأ الرؤية أو يدعو عليه الرؤية. اثنين قالوا له يا سيدنا أنا شفت نفسي أؤذن، فقال له أنت ستذهب إلى الحج. وجاء الثاني قال له أن رأيت نفسي أؤذن، قال له ستسرق وتكون سارقا ويزججك فيه. يا سيدنا هذا شلون تفسر الحلم مرتين هي؟ ليه؟ قال قرأت فيه الصلاح فالأذن في الناس يأتوك رجالا، ورأيت في الآخر غير صالح فمآله إلى السجن أو إلى الهاوي. فسبحان الله إلقاء نوعية الرؤى أحيانا في أحلام سبقت وما كملت. أحلام الرابع هي أحلام اليقظة. أنا في حالة الألفة في عقل اللاواعي قبل النوم بثواني يتراءى لي ما أريده. أحياناً كمان النوع الآخر أنه أنا
وألف الرؤى. ولذلك أقول أحيانا الرؤية إن صدقت الإنسان عنده موضوع، لديه موضوع يريد طرحه ويريد ما يؤيده فيه، فيخترع هذا الرؤية ويقول فلان قال، يعني شال من عنه الحمل إلى الآخر. موضوع من رأى بستان، تعرف أنه من رأى بستان يختلف في تفسيره، إن كان صاحب هذه الرؤية مثلا من الناس الذين يعملون في الحقول، أو من الناس الذين يعملون في المدينة، أو ناس يعملون في البادية. هذا العلم حسب هذا الإنسان يفسر، لأنه منطقيا الإنسان المزارع اللي بيعمل ببستان طبيعي يشوف بستان، بينما الإنسان اللي بالمدينة ما بينزل على مكان فيه بستان، يعمل في البستان ويرى الخير والرزق في البستان. فأنا لما أرى جزءا من البستان أخضر ويانع وثمار فهذا رزق سيأتيني بإذن الله، هذا طلب نفسي بما أريد، ولكن تتجلى له نفسه بهذه الرؤية. وقسم منه كما قلت محروق أو في أذى، أي الاحتمال الخسارة. إذا رأى الموضوع كبير في الحرق أو في الإساءة فهو تصور الداخلي أنه سيكون هناك خسارة كبيرة. طيب. ولذلك نأخذ المنح الإيجابي دائما، لأن كما تكون يولى عليك. طيب المنام في عنق طائر إذا فسر وقع. صحيح صحيح، يعني أنا كما أفسر المنام صحيح يحصل. إذا شفت حالي مثلا أنه في مصيبة صايرة بقوم فسر معتها جاييني خير، فأنا هيك بدي فسر جاييني خير. صحيح، بيجيك الخير ما بيجيك الشر. انتبه، لأن كما تكون هلأ كنت أعمل لك إياها يولى عليكم، مثل ما أنت بتفكر. العقل اللاواعي شيء عظيم وفظيع، إن كنت صادقا معه كان صادقا معك، حتى في أحلامك، حتى في صفائك، حتى في عطائك. هلأ تأويل المنامات لما الواحد يؤول لازم يأخذ المنحة الإيجابي 100%، ومو بس إنه يعالج التأويل أو يقول رأيه، لا كمان لازم يحكي إرشاد وتوجيه سلوكي. إن كان في هذه الرؤية غصات من الأسى أو الحزن، فيجب على المؤول أن إن كان أكاديمياً وإن كان إنسان غير عشوائياً أن يعطي إرشاد لصاحب هذه الرؤية إذا كانت الرؤية ما كويسة. تماماً. خلينا نحكي عن الأشخاص اللي ممكن بيشوفوا منامات مثلاً فيها دم وبيقولوا لا تحكيها، افدي المنام. خبرنا عن تفاصيل هيك هذه الأقوال شعبية، لا تحكيها بتصير. في قول في شيء لازم شيء سيء فعلا ما نشوفه. كل شيء سيء عن سيدنا رسول الله، من أتاك رؤيا مزعجة فهي رؤيا من الشيطان، عليك أن تتجاوزيها. كيف التجاوز؟ من 1400 سنة قال يصحى الإنسان على رؤيا سيئة فليتفل على يساره ثم يغير مكان. هذا نظرية أساسية بعلم النفس اسمه التجاوز، أو بقانون الجذب اسمه مثل ما بنعمل خلاص كانسل. شوف القاعدة الأساسية بعلم النفس اسمه التجاوز، يعني ترك السالب والعبور إلى الإيجاب. فلو أنت أخذت وعطيت بهذا جذبته وتكررت وجذبت مثيلاتها، يعني لقيت مثلا شغله وقعت حشوف اشياء كثيره بتوقع، فيجب ابعاد وتعمل كت. تمام. فدو المنام. فدو المنام هذه شيء اخر، هذا شيء روحاني في الرؤى الحقيقية. إذا كان هناك رؤى حقيقية بدي أقول لك على صفات الرؤى الحقيقية. الرؤية الحقيقية هي أن ترى الرؤية وأنت مستبشر، ولو كان فيها شيء يزعجك. طيب. تراها متسلسلة متواترة ولا تنساها وتصحى منها ومتذكر تفاصيلها كلها. حلو. ولا تنساها. يعني في رؤى انت وعم تحكي دكتور عم يستحضرني بعض اقاويل الناس، انه رؤى ليلة القدر، رؤى صبيحة عيد الفطر مثلا،
الرؤى بين الفجر والضحى، الرؤى بين أنا ونايم على طهارة مثلاً أنا ومتوضئ أو أنا مالي متوضئ، في الرؤى اللي بتكون بعد صلاة الاستخارة شفت منام فهيك الله ألهمني مثلاً. أنا شوف دعاء الاستخارة اسمه دعاء الاستخارة ما اسمه منام الاستخارة، يعني في ناس بيربطوا الاستخارة بشو بدي أشوف بليلة هذا الاستخارة. أكبر غلط يحدث وأتعرض أسئلة إلى آلاف الأسئلة إنه أنا قريت دعاء الاستخارة وشفت كذا، لا علاقة هذا لهذا. اللهم إن كان هذا الأمر فيه خيرا لي فيسره لي، وإن كان غير ذلك فابعده عني صرفه عني. أين علاقة الرؤى في لا في أي، ولكن بعلم النفس بيقول التركيز على شيء قد يتجلى لك في، ولكن لن تتجلى لك حقيقة الأمر فيه أو صدقية الأمر فيه. يعني بجوز ما تشوفه بأم العين. لا 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 قد تكون أنا نويت مثلا أشتري شيء فإن كان هذا خيرا لي فيس، أرى التيسير قد حصل، وإن كان غير صالح وكنت أنا إنسان نقي مع رب العالمين وأراد أن يمنعه مني فيمنعه بتعسير. ولذلك يقولون شيء أساسي، المنع عين العطاء. يعني لا تزعل شيء إذا وقف ما أجل عندك، معناته رب العالمين في عنده الأفضل والأحسن الخير. فانتظر منعك ليعطيك الأفضل إن شاء الله يا رب. خلينا نحكي عن الأحلام المكررة، يعني ممكن بعض الأشخاص والله حلمت بهذا الحلم شي 3-4 مرات، ما بعرف شو الحكمة، ما بعرف شو الرسالة يلي أنا لازم توصلني. هلأ إذا كان الحلم بنفس الموضوع ولكن بتغيير الأشكال فهو إقرار لهذا الشخص بأن هذا الأمر انتبه تنبيه، أو أنت على حق بهذا الموضوع تنبيه أو نصح أو إلهام. تكرار الحلم بنفس الآلية ولو إن اختلفت مثل ما بيقولوا التصوير، ولكن مضمون هذا الحلم هو ذاته. فهذا عبارة يعني صدقية فيه، تأكيد أو تحذير لشيء، تحذير يعني. أو إلهام أو عطاء. يعني نحن لازم نحدث حتى الرؤى والتفاسير، نحدث مفهومنا للرؤى بمفهوم العصر. يعني ما تقول له هذا في عندك نبض داخلي، النبض الداخلي هو عبارة عن إشارة أو ويفز موجة، في القديم لا يفهمون ذلك ولكن الآن أصبحنا نفهم، صرنا نعرف مصطلحات ونسميها بأسامي. صحيح. ممكن بالمستقبل يطلع شيء ثاني من بالعلم أو التكنولوجيا نفسر الحلم يطلع التفسير. طيب للمؤولين لما حدا عم يسرد حلم أو رؤية شو شاف، في ناس بيكذبوا شوي، في ناس ببالغ بالحلم، شوف شفته لمس ايدي وقال لي تفضل فوت على الجنه طيب وشفته طلع. لا لا شغله، احيانا ياتي المنام او الرؤى ومضات فلاشات، وقليل من الناس من تحفظ الرؤى، ولكن هذا الفلاش انا راح اجمله واحطه بقالب وقدمه للناس لاثبت. لا احيانا الناس كل يوم بتشوف منام، يمكن إذا سند على الحيط رأسه أحياناً هو مغمد هيك وهو قاعد بيشوفنا. يعني أتقابل مع ناس كتير بهالقصة لإثبات شيء في نفسه، رسالة للمحيط طبعاً. حلو أنه الدكتور عم يربط علم النفس والأنا العليا والأنا الدنيا والعقل الباطن برغبة العالم بتأكيد نفسه. بالضبط سيدي، في موضوع العقل اللاوعي ينقسم إلى قسمين، علم النفس الدنيا وعلم النفس العليا. وعلم النفس العليا مرتبطة مع الروح، فمن رأى طهارة أو إرشادا أو إلهاما فهو من النفس العليا والروح مرتبط، ومن رأى غير ذلك فهو من النفس ثم الشيطان. خلف النفس والشيطان وعصيهما، قدم النفس عن الشيطان لأن أصل النفس تستدعي الشيطان. صحيح. فهذا الشيء نحن لازم ننتبه له. طبعاً دكتور نحن رح نكمل معك بأسابيع مقبلة ونتبحر أكثر ونتخصص ضمن مواضيعنا ونأخذ اتصالات، لأنه أكيد العالم بيهمها هذا الموضوع. أهم شيء قبل ما نأخذ اتصالات لازم ننبه الناس، لازم نستفيد حتى من الرؤى بشكل إيجابي. حتى لو كان الإحساس السلبي اللي وصلنا نستبدله،
نقلبه لإيجابي ونتجاوز. التجاوز تمام. شكرا لوجودك معنا. شكرا لوجودك معنا دكتور. اهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. تسعد صباحك. مشاهدينا رح نروح للاختيار لطبق اليوم ونشوف كيف ممكن نعمله وكيف ممكن نقدمه. طبق اليوم هو الكباب الهندي. المقادير: 500 جرام لحمة مفرومة، معلقتين كبار صنوبر مقلي، كيلو ونص بندورة مقشرة ومقطعة مربعات، 6 فستق مقطع شرائح رفيعة، 2 بصل مقطع بشكل شرائح، حبة فلفلة حلوة مقطعة بشكل شرائح، حبة فلفلة حلوة خضراء مقطعة شرائح، نص معلقة صغيرة زنجبيل مطحون، نص معلقة صغيرة هيل مطحون، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة كبيرة رب الطماطم، ومعلقة كبيرة حر، ومعلقتين كبار زيت نباتي، بالإضافة للملح والفلفل حسب الرغبة. منضيف اللحمة المفرومة والفلفل والقرفة والزنجبيل ورشة ملح ونص كمية الحد، وبتخلطيهم بإيدك حتى يتجانسوا تمام. بعد هيك منعمل اللحمة على شكل أصابع بهي الطريقة. تدهني شواية على النار بشوية زيت، تشوي الكباب وبتقلبي على كل الجهات حتى يستوي. بطنجرة تانية على النار منضيف الزيت والثوم ومنقليهم منيح حتى يتحمروا، وبتضيفي رب البندورة وبتحركي. بتضيفي البندورة المقطعة وبتحركيها منيح، بعدين بتضيفي الهيل المطحون والمي وبتحركيها حتى تغلي. بتضيفي الفلافل الحمراء والخضراء والبصل وبتتركيهم يستووا، بعدين بتسقطي الكباب وبالتبلي بالملح. بتقدمي بهذا الشكل مع الرز الأبيض، وصحتين وعافية. أبراجنا وحظوظنا وشو مخبينا الفلك وكيف رح نختم أسبوعنا. نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك. صباحك خير يا نور. صباح الخير يا ود. صباح الخير للجميع. ضلوا بخير، أيامكم سعيدة، مرتاحين، مبسوطين يا رب. اليوم 8 تموز، 8 7 8 للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها. عطارد تقريبا لآخر كوكب عطارد لآخر الأيام في برج الجوزاء، يعني ابتداء من 10-11 رح يدخل على برج السرطان. خلينا نقول بداية الأسبوع الجاي رح يريح شوي بقى مواليد برج العذراء، إضافة إلى مواليد برج الجوزاء والقوس، يعني القوس والعذراء والحوت بس رح يكونوا أريح. الحوت على كل شوي محمي بوجود المشتري في برج الحوت، رح يضل فقط المشتري هو الكوكب الوحيد اللي شوي يعمل مضايقات للعذراء والجوزاء، بس طبيعي يعني كوكب واحد أنا ما بعتبره أبداً كتير مؤثر. المريخ ما زال كوكب النزاعات والطاقة في برج الأسد، عم بيحمل طاقة وإيجابيات لمولود الحمل القوس الميزان الجدي، إضافة إلى وجود الزهرة أيضا في برج الأسد. هلا هن مواليد برج القوس شوي أريح بوجود الزهرة في برج الأسد، العذراء هن أكثر الأبراج تعبا بهي الفترات. بالمجمل عم بحكي وهي 3 أيام أنا بعتبرهم من أواخر أيام التعب على كل الأحوال. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم عم بيعزز ثقته بنفسه، أصدقاء، أشقاء، أهل، أسرة، عم يتغلب على أغلب المشاكل، عم يتفهم شو عم بيصير، عم يغفر، عم بيحب. اليوم الحركة مستمرة، تغيير جديد ممكن يكون آتي بحياتك بالمجمل، سواء عملياً سواء على الصعيد الشخصي. هاي الفترات وجهة نظرك قيد التطبيق مولود برج الحمل. مولود برج الجوزاء من امبارح عم تكتر موجات الصرف الإضافي،
يعني أسباب ما بتمناها صحية أو إصلاح، بس مع ذلك هي الفترات ما أنا سيئة على الصعيد المالي، بس الصرف عم بيكون أكثر مما يجب. وازن بين دخلك ومصروفك لترتاح عموماً بأمورك المالية، لأنه أنت من الأشخاص اللي بالمجمل يكره الديون. مولود برج الجوزاء عنده نوع من أنواع النشاط الإيجابي وعم بيحقق نجاح وإيجابي الحياة اليوم في الحوار. عم تتقدم بعملك، أخبارك جيدة، عاطفياً الأجواء إيجابية. هلأ هو أصلاً أمورك العاطفية ليست الأفضل، ما راح تكون الأفضل لأواخر الثامن، بس بالمجمل بيجي بقى أيام حلوة، بنكون مقبولين من الآخرين، محبوبين من الآخرين، ونحن كمان عم نقدر نمنح المحبة. اليوم عم بيعيش مولود برج الجوزاء مبادرات مكثفة. ما بعرف إذا السرطان عم تواجهه ضغوط، بس أعتقد الأمور ما كتير مريحة. هو عنده مشكلة مولود برج السرطان دائمي، بيكون يعني ما بنعرف شبه من شو متضايق، بس بيكون قالب وشه وبيكون ضارب بوز، يعني مثل ما بنقول بالسوري، فيفقد تعاطف المحيط، بتصير بتقول ايه اصطفي خليه هيك. وهي القصة اللي أنا ما كتير بنصحك فيها، بالعكس أنا بنصحك إذا في شيء مضايقك ناقشه وتحكيه للآخرين بطريقة لبقة ولطيفة، فينا نوصل من شو متضايقين ونجمع يعني الأشياء اللي بتضايقنا ونحكيها أو نناقشها. يعني هاي الأيام حاسس طوق محكم عند مولود برج السرطان. مولود برج الأسد يوم للتواصل، للتفاهم، للتنقلات، لتحسن صورتك. يوم اجتماعي فيه إعجاب، سفر يمكن يعد لك حيويتك، نوع من أنواع الارتباطات الاجتماعية، عم بتصالح، عم تحتفل، عم ترتب، يعني الأمور لك جيدة، فيها قصة عائلية شخصية ممكن تكون إيجابية. عزيز ده مولود برج العذراء، لسه مانك كتير بحالاتك الأفضل، هو تعب، هو إحباط، هو شيء مانو كتير منطقي عم بيصير حواليك، يعني حاول إنك هيك تهدى وتروق. على كل قلنا إنه هو آخر أيام التعب، ابتداء من بكرة رح تشعر إنه الأمور أفضل. حاول تبتعد عن الشجارات أو التصعيد، في أخطاء أنا ما قلت لا، بس بالنتيجة في شيء بيصير ليس له حل إلا التحمل، فتحمل، تحمل، ماشي الحال. مولود برج الميزان، الظروف مساعدة لترتب أمورك، أحد الأيام الأفضل حظاً، صار لك يومين ثلاثة عندك إيجابيات، عندك تعارف، عندك طموح، عندك شجاعة لتقرب من اللي بدك إياه. كل ما عليك فعله واستحضار اللطف الموجود أصلاً بطبعك وبشخصيتك لتزيد حظوظك. اليوم يوم جيد، تجريفك الحياة في اتجاهات أفضل، يوم لقاء، تسلية، متعة، قصة حلوة، يعني يومه جيد. مولود برج العقرب كمان اليوم بالنسبة لك أفضل، مع أنه اليومين جايين لسه أفضل من هاليومين اللي راحوا، بس فيه اليوم بشاير بالمساعدات، قادر تعتمد على الناس اللي بتحبك، نقاطك الإيجابية مولود برج العقرب تظهر للعلن. طلب مساعدات لأنه فيه سواء مالياً سواء معنوياً، خاصة أنك شخص هادئ اليوم ومرح. تأجيل ثم تأجيل ثم تأجيل، صار لك يومين ثلاثة غاطس بقصص ما كتير بتضايقك أو بتعنيك، بس أنت مشغول فيها مولود برج القوس، يعني شاغلتك بطريقة ما أو مضايقتك بطريقة ما، مضغوط، عم بيطرق بعض التأجيل مثل ما قلنا، في قصص ما عم تزبط مثل ما بدك، الأمور هاي الثلاث أيام ما أنا مرسومة مثل ما أنت بدك، باعتبارك أنت أخصائي الرسم العالمي، يعني قصدي بالليل بيقول مولود برج القوس أنا حأعمل كذا، حفيق كذا، حأعمل هيك، حروح التقى بفلان، حأدخل أعمل ما عم تزبط معك، هي الرسمة اللي عم ترسمها ما عم تزبط معك، بس ماشي الحال. على كل أنا برأيي الأمور ليست سيئة. مولود برج الجدي اليوم عم ينتابه إحساس بضيقة الخلق، شغل كتير، عمل كتير، ضغط، طلب بالسرعة بالإنجاز، يمكن شوية مضايقات نفسية، يمكن قصص صحية عابرة، هلأ ممكن تحتاج لك شيء هيك حبة مسكن لوجع معدة لوجع راس المعتاد والطبيعي، بس فعليا حاول تني شغلك، والمشكلة إنك هيك مجهد أنت أو محبط أو شوي ضايق خلقك. مولود برج الدلو يومه الجيد ليقنع المحيط بوجهة نظره، ليحقق نجاح،
ليبتعد عن الشجارات ليبلور أفكاره ويرتبها. إذا ملاحظ هاي الأيام أريح بالنسبة لك من بدايات الشهر، ما كتير كنت مبسوط، هو الشهر للحقيقة لا يعتبر أحد الأشهر الأفضل، لكن مع ذلك لما بيجي يومين ثلاثة يفترض نكسبهم نرتب أمورنا فيهم. أنا بس بدي مولود برج الدلو ينتبه مالياً عاطفياً. مولود برج الحوت يوم متعب بالنسبة له، ما كتير مرتاح، ربما تشعر باليأس أو الإحباط. غالباً هاي الفترات عم تتعارض وجهة نظرك مع الآخرين، وهذا هو اللي شوي عم بيضايقك، اللي أنت عم تحكيه ما عم تحس يلقى قبول لدى الآخرين. معلش فينا نرجع للشرح وجهة نظرنا مرة أخرى. 8 تموز، كل عام وأنتوا بخير. مواليد 8 يحمل براءة الأطفال على وشه بس ذكاء العباقرة بالداخل، شخص يعني شديد الدهاء، شديد الدبلوماسية، يحصل على ما يريد بالجهد، ومن الأشخاص اللي بيبذلوا جهد، ما نو من الأشخاص اللي بيحكي عن مشاريعه القادمة قبل ما تصير في طور التنفيذ. محب حنون، أصدقائه قلائل، شديد الثقة بنفسه، قليل الثقة بالآخرين إلا بعد فترة طويلة، محب لعائلته، يهتم بالتعلم. طبعاً السنة جيدة جداً، أولاً على الصعيد العائلي، ولد، ارتباط، وجود المشتري في برج الحوت كمان عم بيحسن لك أمورك بالمجمل المهنية، والسنة تعتبر جيدة. موسى، يسعد أوقاتك يا موسى، أمورك جيدة جداً، لكن للأسف ليس هذا الشهر، مع أنه اليومين ثلاثة حلوين موسى إذا أنت ملاحظ، بس بالمجمل كشهر لا يعتبر أحد الأشهر الأفضل حبيبي. الشهر القادم هو يعني أفضل شوي، من التاسع وما بعد تستعيد حظوظك، وإن شاء الله تقفل السنة بأفضل مما بدأتها. أنت من مواليد برج الكلب الصيني، اللي عنده السنة إنجاز، يعني ورقة، بصمة، بيت، عقار، في قصة مهمة حيتذكرها، بس يعني مثل ما قلنا ليس هذا الشهر. شيرين عم تسألني على صعيد المال والسفر، والله أنا بعتبرها سنة جيدة جدا، سواء للمال سواء للسفر، وخاصة هاي الفترات، مع أنه أنا أرجح بعد التاسع، بس هذا شهر جيد، ما بعرف إذا القصص تزبط معك بهذا الشهر. كرم حسن، يعني كأنك محتاج للتكميلية صح؟ بس الأمور إيجابية وجيدة. يسعد صباحكم، ضلوا دائما بخير. وتضلي دائما بخير. بدي أخذ لك مشاركتين على السريع. روبي 9887 عن كل شيء، وحالتها الصحية عند عمل جراحي الأسبوع القادم. ما في شيء سيء صحيا يا روبي، بالعكس خليني بارك لك بنجاح العملية إذا أراد رب العالمين طبعا، وكانت خياراتك صحيحة. طبعا الشهر جيد جدا، ومن هون للتاسع أمورك إيجابية جدا. هي مرقة السنة ما كتير مريحة، أول 3-4 شهور ما نون كانوا لألك، بلشتي تستقري وقت الربع يتصيفت يعني، وأواخر السنة أو آخر 3-4 شهور كمان رح يجي جزء من تعب، فكسبي هلأ فترات الصيف لأنه تعتبر الأفضل. إن شاء الله يكون الأفضل للجميع. يسعد صباحكم. إن شاء الله يا رب. ومعنا روز 2289 عن حظوظها بشكل عام وعن حالتها هي وأطفالها، وضع الصحي. ما سمعت المواليد. 2289 روز. روز يعني شهر متعب الحقيقة، بالذات صحيا، كونك عم تسألي على الأمور الصحية فأنا بعتبره شهر متعب على الصعيد الصحي، ليس الأفضل. هلأ كسنة، هلأ من الثامن بتبلش يخف التعب، سنة جيدة ما فيها شيء مسيء أو مؤذي، بس يعني هذا الشهر معلش بدك تتحملينا شوي وتسألي مختصين. عموماً يجعل أيامكم سعيدة. شكراً كثير لك يا نجلة. شكراً كثير لكم مشاهدينا لمتابعتكم الدائمة لنا. مثل ما بلشت بدي أرجع أختم الطلاب اللي ما نجحوا بموضوع البكالوريا، لأنه أنا عم شوف على الفيسبوك موضوع هيك من الإحباط، موضوع من التنمر، ما لنهاية الدنيا. الدورة التكميلية بعد كم يوم، فمن هلأ بلشوا المواد اللي ما حالفكم الحظ فيها، رمموا الثغرات وبتقدروا تلحقوا. منبارك لكم من بعدها، تبقوا بألف خير. تبقوا بألف خير. باي باي.